يوم أمس شهد دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال زيارته إلى بورسعيد، شهد افتتاح المركز اللوجستي للخدمات الاستيرادية للمنطقة الحرة في بورسعيد، إلى جانب طبعا تفقده عدد من المشروعات الأخرى. أكد دكتور مدبولي حرصه على تفقد ديوان عام المحافظة في بداية زيارته للتعرف على جوانب التطوير نظرا لتأثيرها الإيجابي على نوعية الخدمات المقدمة للمواطن وللمستثمر. هذا المركز اللوجستي تم افتتاحه بالأمس، بيهدف إلى تقديم خدمة أسرع وأكثر تميزا للمستثمرين، حيث تم تطوير مجمع المصالح الخاص بخدمة البطاقات الاستيرادية وسيارات المنطقة الحرة وتزويد المركز بأجهزة حديثة وغيرها من أوجه التطوير. خلينا نعرف المزيد من التفاصيل من خلال انضمام الأستاذ عبد اللطيف وهبة الكاتب الصحفي معنا عبر الهاتف. صباح الخير على حضرتك يا أستاذ عبد اللطيف. صباح النور يا فندم. أستاذ عبد اللطيف، خلينا نبدأ مباشرة بأهمية هذا المركز اللوجستي للخدمات الاستيرادية للمنطقة الحرة في بورسعيد واللي تم افتتاحه بالأمس، إذا حدثتنا عن هذا الأمر إذا سمحت أستاذ عبد اللطيف. يعني في الحقيقة ده من أهم النقاط الموجودة في بورسعيد. حضرتك عارف أن بورسعيد يعني هي محافظة تجارية في المقام الأول وصناعية، وبالتالي هناك التزام من جانب الدولة فيما يتعلق بالإفراج السريع عن كافة السلع والبضائع في الموانئ المصرية. ميناء بورسعيد يعني بيستقبل كميات كبيرة، وفي نفس الوقت بيبقى في إجراءات تتعلق بعمليات الإفراج عن هذه السلع، منها الخاصة بحصص البطاقات الاستيرادية والخدمات الاستيرادية وأيضا السيارات التي يتم استيرادها من الخارج. طبعا رئيس مجلس الوزراء بالإضافة إلى المسؤولين محافظ بورسعيد ووزير التنمية المحلية تفقدوا سير العمل في هذا المركز، بحيث تكون كل حاجة يعني ما يمكن أن نسميه يعني كمبيوتر أو خلافه بتسهل كافة الإجراءات. لم يعد المستورد مثلا أو المستثمر أو خلافه أنه يجري بأوراق ويحصل على مواصفات وخلافه، لا، هو بتبقى في هذا المركز بيجد أن كل الرخص الاستيرادية بيتم تجهيزها أول بأول، وده بيساعد طبعا في القضاء على البيروقراطية الروتين، سرعة الإفراج وخلافه. أيضا هناك نقطة أخرى هي موجودة، الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة في محافظة بورسعيد، دي برضو من تعتبر هي العقل أو يعني مركز العمليات في بورسعيد. ليه بقى؟ بيرتبط بكافة الخدمات التي تقدم إلى جمهور المواطنين أو المتعاملين. يعني طبعا زي ما حضرتك عارف المركز أو ده بيتلقى كافة الشكاوى والطوارئ على مستوى محافظة بورسعيد على مدار الساعة، وبالتالي تستطيع انك تبقى عارف اتجاهات كل خدمه فين، مدى الاستجابه فين، خاصه زي الاسعاف والطوارئ وخلافه، بالاضافه الى الانذار المبكر لما يحدث من مشاكل. ولذلك حضرتك مثلا هتشوف انه كان بيطمن على الاجراءات، حاله اطمئنان على الاجراءات التي اتخذتها المحافظه فيما يتعلق ب مثلا فصل الشتاء. فصل الشتاء طب ليه الشتاء؟ يعني البعض يتوقع انه لن يكون عادي، خاصة ان حصل تغيرات مناخية كبيرة جدا حتى في فصل الصيف، وبالتالي عليك الاستعداد من الآن. حقيقي، وبالتالي هنا دايما الاستعداد المبكر يقينا الكثير من الأمور. جزيل الشكر لحضرتك على كل هذه المعلومات الوفية الأستاذ عبد اللطيف وهبة الكاتب الصحفي، شكرا جزيلا لك.